رفضت الزواج من شاهي قاجار، ورفضت أيضا الزواج من مصطفى كمال أتاتورك لتتزوج من ابن عمها الشهزادة عمر الفاروق ويخونها هذا الأخير في النهاية مخلفا لها ولابنتيها ألما كبيرا. هي أميرة عثمانية وهي أم السلطان الثاني مثلي شاه وهنزادة. عن السلطانة رقية صبيحة سلطان نتحدث، وعنها اليوم سيكون هذا الفيديو من قناتنا منارة الثقافة. قبل أن نواصل ندعوكم طبعا إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات. رقية صبيحة هي ابنة الخليفة العثماني محمد وحيد الدين من زوجته الأولى أمينة نازك. ولدت في غرة أفريل سنة 1894 وتوفيت سنة 1971، أي أنها قد عاشت 77 عاما. كانت رقية صبيحة الابنة الثالثة والأخيرة للسلطان محمد السادس من زوجته نازك الدقادين، حيث كانت ولادتها صعبة ولذلك لم تتمكن والدتها فيما بعد من إنجاب المزيد من الأطفال. وعندما اعتلى والدها العرش سنة 1918 كانت صبيحة لا تزال غير متزوجة، ولكن كان لها الكثير من المعجبين، حيث كان كل من يعرفونها يؤكدون على أنها ليست مثل باقي نساء الأسرة العثمانية. وقد قال عنها الشاعر التركي يحيى كمال: كانت صبيحة سلطان مختلفة. خطبها الكثيرون، ومن أشهرهم آخر حاكم لقاجار وهو أحمد شاه قاجار. أيضا خطبها مصطفى كمال أتاتورك، إلا أنها رفضت لتضيع فرصتها في أن تصبح السيدة الأولى للجمهورية التركية الناشئة. رفضت رقية صبيحة كل هؤلاء حتى تتزوج من ابن عمها وهو الشهزادة عمر الفاروق. كان هذا الأخير يصغرها بأربع سنوات، وهو ابن عبد المجيد الثاني آخر خليفة في الخلافة العثمانية. يروى أن الأمير عمر الفاروق والأميرة رقية صبيحة قد عاشا قصة حب مع بعضهما البعض، إلا أن زواجهما قد رفض في البداية لأن صبيحة هي من أحفاد عبد المجيد الأول، فيما ينحدر عمر الفاروق من أبناء عبد العزيز. حقيقة لم تكن هناك علاقة صداقة بين العائلتين القريبتين، وذلك بسبب وفاة السلطان عبد العزيز العنيفة. إلا أن شسوار هانم والدة الأمير عمر الفاروق تمكنت من إقناع نازك الدقادين، وذلك بعد زيارتها، ليحصل عمر الفاروق على الموافقة ويتم زواجه من رقية صبيحة سلطان في 29 من أفريل سنة 1920. أنجب العروسين ابنتهما الكبرى فاطمة نسلي شاه سلطان التي ولدت في 2 من فبراير سنة 1921، ثم أنجب بعد ذلك بعامين زهرة هنزادة سلطان لتكون من آخر الأميرات التي ولدن في الدولة العثمانية قبل سقوطها. وبعد أن نفيت العائلة الإمبراطورية سنة 1924 غادرت صبيحة وابنتيها تركيا. ذهبوا في البداية إلى سويسرا، ثم انتقلوا إلى نيس حيث ولدت رقية صبيحة ابنتها الصغرى هبة الله هناك. وقد كان يوم مولد هذه الأميرة الصغيرة هو نفسه يوم وفاة جدها محمد السادس. وفي سنة 1940 زوجت رقية صبيحة ابنتها نسلي شاه من الأمير محمد عبد المنعم، والذي أصبح وصيا على عرش مصر لفترة معينة. تزوجت أيضا كل من هنزادة سلطان ونجلة سلطان من أمراء مصريين. وبعد الزفاف انتقلت رقية صبيحة وزوجها عمر الفاروق إلى مصر لتستقر العائلة هناك. بعد فترة أبدى الأمير الزوج اهتماما متزايدا بابنة عمه مهري شاه سلطان، وهي ابنة ولي العهد شهزادة يوسف عز الدين. وهكذا تدهورت العلاقة بين الأميرة العثمانية وزوجها. وفي هذه الأزمة العائلية وقفت كل من نسلي شاه وأخواتها مع والدتهن ضد خيانة والدهن، ولهذا اتهم الأمير عمر الفاروق زوجته بتحريض بناته ضده. وبعد 18 عاما من الزواج طلق عمر الفاروق رقية صبيحة سنة 1948 وتزوج من قريبته مهري شاه سلطان، إلا أن زواجه هذا لم يدم، حيث طلق مهري شاه بعد سنوات قليلة. لاحقا كان الأمير فاروق يقول لأصدقائه: لقد طلقت أجمل امرأة في العالم لأتزوج من أبشع امرأة، إنه القدر. أما السلطانة رقية صبيحة فلقد ظلت تعيش مع بناتها، فكانت تتنقل بين قصورهن. ولكن وبمجرد السماح لنساء الأسرة العثمانية بالعودة إلى تركيا، انتقلت رقية صبيحة إلى إسطنبول، حيث أخذت اسم صبيحة عثمان أغلو واستأجرت شقة صغيرة لتعيش فيها. قامت أيضا بجلب الأشياء القليلة التي لا تزال لديها من مصر إلى إسطنبول، وأكملت حياتها هناك.
وفي سنة 1971 توفيت هذه السلطانة وكانت آنذاك في 77 من عمرها. أعزائي هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، أتمنى أن يكون قد أعجبكم وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.